السلام عليكم، تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام الصحفية ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المونيتر، حظر التجوال وكورونا فشلا في إخلاء ساحات الاحتجاج. وفي الشرق الأوسط، مستشفيات موسكو تعمل بطاقتها القصوى وتحذير من أسابيع صعبة. أما في فاينانشال تايمز، الوضع الصحي في سوريا محطم وغير مهيئ لمواجهة كورونا. بي بي سي قالت فيروس كورونا اليمن يواجه كابوسا بعد تأكيد أول حالة إصابة بالوباء. وفي العربي الجديد، العراق تشكيل الحكومة مهمة مشتركة للكاظمي والكتل السياسية. العربي، عربي 21، العاهل الأردني قريبا ستقام الصلوات وستعود الحياة للشوارع. وأخيرا في العرب، اللندنية مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الإيراني في اليمن. مرحبا بكم. بعد 17 عاما على احتلال بغداد، العتمة تبدو أشد حلكة، ومصطلح الدولة الفاشلة يبدو مخففا في بيان الحقيقة المرة. والأحزاب الحاكمة والتي نصبها المحتل تمر في أسوأ أيامها، ويكفي أن نقول إن في العراق رئيس وزراء مستقيل وثالث رئيس مكلف. وحدها ثورة تشرين في العراق النور والبريق في هذا الليل البهيم، والأمل لكل الشعب المظلوم للخلاص من هذه الأزمة وإسقاط هذه المنظومة الفاسدة التي أجهزت على العراق وأذلت شعبه وهجرت الملايين وزجت بمئات الآلاف منهم في السجون، ناهيك عن آلاف المختطفين والمغيبين قسريا. محمد الجميلي في صحيفة البصائر تحت عنوان في ذكرى احتلال بغداد، أحزاب تاريخية في العراق أم عملاء؟ الأحزاب بكل ألوانها ومذاهبها السياسية والفكرية التي تتحكم بالعراق منذ أن نصبها المحتل وحتى اليوم أجرمت بحق العراقيين بشكل لا نظير له في تاريخ العراق، فأهلكت الحرث والنسل وسلمت العراق غنيمة لأعدائه القريبين والبعيدين. ولو أراد المحتل أن يفعل بالعراق وشعبه مثل ما فعلت هذه الأحزاب لما بلغ معشار ما فعلوه من البشاعة والسفالة والنذالة. لقد فاقت جرائمهم جرائم المحتل نفسه، ومع كل جرائم هذه الأحزاب بحق العراق وشعبه، لكنها لا تعدم بوقا هنا أو هناك. يمجد ذكرها ويعلي من شأنها، لا بل ويصفها بالأحزاب التاريخية بطريقة فجة تثير الإشمئزاز. بأي منطق أو عرف أو قانون أو دين يوصف بهذا الوصف المبجل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى بحق بلده وساند الغزاة المحتلين له بذرائع واهية ثبت للقاصي والداني بطلانها؟ فلا أسلحة دمار شامل وجدوا ولا نظام ديمقراطي أنشأوا، بل محو العراق وإرجاعه إلى القرون الوسطى هو ما حصل كما وعدوا. إن الأحزاب العميلة التي حكمت العراق بعد عام 2003 لو لم يكن في سجلها إلا تخريب العراق وتدمير كل مقوماته وإفقار شعبه ونشر الأمية بين أبنائه، وهذا النهب المنظم لثرواته في أكبر فساد يعرفه البلد في تاريخه، لكان كافيا في إدانتهم وتجريمهم، حتى لو أنهم لم يشاركوا في جلب الغزاة والتمكين لمشروعهم الخطير في العراق والمنطقة. ويتساءل الكاتب في مقاله، كيف لهذه الأحزاب أن تبني بلدا حرا مستقلا وأن توفر حياة كريمة ومستقبلا واعدا، وهي التي تعلن صراحة أن ولاءها لأعداء البلد وتهبهم المليارات من الدولارات شهريا هدية مباركة لسيدها في طهران، بينما تتحدث وسائل الإعلام العراقية عن عوائل تبيع أبناءها لكي تشتري ما يسد رمقها.
لم تمضي سوى أيام قليلة على تكليف عدنان الزرفي لتشكيل حكومة انتقالية حتى أعلنت أحزاب الدين السياسي التابعة لإيران اعتراضها لترشيحه واعتبار قبوله تنفيذاً للأجندة الأمريكية والعودة إلى قبول رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي الذي اتهمته تلك الأحزاب نفسها بمسؤوليته عن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام اختيارين أحلاهما مر. هذا ما جاء في مقال للكاتب أمير المفرجي في صحيفة القدس العربية. من الواضح أن من أهم أسباب التموضع العسكري الأمريكي ضمان حرص واشنطن على تأمين القوات العسكرية في قواعد محمية، إلا أن من المحتمل أيضا تفسيره باعتباره خطوة مكملة تدخل ضمن عملية تموضع سياسي لدعم النظام العراقي المتهاوي للوصول إلى حلول تكفل التصويت على قبول المرشح الذي تفرضه الولايات المتحدة، بعد أن أضحت العملية السياسية التي تبنتها أمريكا وإيران عاجزة عن الخروج من أزمة النظام السياسي العراقي جراء الضغط الكبير من الميليشيات المسلحة، ردا على عمليات التصفية التي تعرض لها أبرز قادتها في العراق وإيران، ومن ثم الشروع بدعم معادلة سياسية جديدة من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الترغيب أو الترهيب، وبمعنى آخر العودة إلى سياسة العصا والجزرة لدفع الفاسدين من المتشبثين بكراسي الحكومة والبرلمان لتغيير ولائهم مقابل القبول بالوجود الأمريكي واستمرارهم في السلطة، أو استخدام عصا العقوبات لدفع ثمن ما جنت أياديهم من جرائم القمع والقتل لشباب انتفاضة تشرين وسرقة المال العام من دون تغيير شامل في النظام السياسي الذي رسم خطوطه الحاكم الأمريكي بريمر، والذي كان له الدور الكبير في تشريع قوانين الطائفية والسماح للميليشيات المسلحة بالدخول في العملية السياسية. في حالة قبول مصطفى الكاظمي أو غيره من الذين تتبناهم الإدارة الأمريكية في الخفاء من قبل أغلبية الشيعة العرب، يعد انتصارا للمخطط الأمريكي المتمثل في سياسة العصا والجزرة. يضيف الكاتب: في سعيه لشق أحزاب إيران من قتلة شباب الانتفاضة وسراق المال العام المتشبثين بكراسي السلطة وتجييرهم لصالحه والسماح لهم في الاستمرار في قمع العراقيين وسرقة ثروات العراق في ظل الحماية والوصاية الأمريكية. في يوم 9 من نيسان أبريل لعام 2003 أعلنت القوات الأمريكية الغازية سيطرتها التامة على العراق، ودخلت البلاد في مرحلة الاحتلال والصدمة العامة. وبعد عام تقريبا تم ترتيب مجلس الحكم ثم العملية السياسية الحالية، ولكن مع كل أنواع الدعم الخارجي والإمكانيات الداخلية الهائلة ظل العراق يدور في دوامات التحرير أو دوامات العملية السياسية. حول هذا الموضوع كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21: تنوعت دوامات الدولة العراقية ما بين الدستورية والقانونية والبرلمانية والتنفيذية، والغريب أن الحال ذاته غير الصحي يتكرر حتى الآن وبشكل سلس، وأن القيادات ذاتها مستمرة في مناصبها الكبيرة أو في أفضل الأحوال في حال فشلهم المدوي يسلمون تلك المناصب لشخصيات تابعة لهم. العراقيون لا يصدقون أكذوبة أن البرلمان الجديد سيكون عصا موسى التي تنقل العراق من وضعه المتدهور إلى حال أفضل، لأن بعض المشاركين في العملية السياسية يحركون العصابات الرسمية المختلفة التي تقتل أبناء العراق الأبرياء. واليوم بعد 17 عاماً نحن أمام عملية سياسية فشلت باعتراف بعض المشاركين فيها في إيصال البلاد إلى مرحلة بناء الدولة والخروج من الخنادق الطائفية والمذهبية والقومية وحتى الحزبية والعشائرية، وصرنا أمام نظام برلماني وضع على الأسس الهشة ذاتها
ولا يمكن القول إنه يمثل المجتمع العراقي، وكذلك نظام قضائي في غالبه العام مسيس. ومع كل هذه الكوارث تعاني البلاد أيضاً من أمن مفقود وسلاح خارج إطار الدولة وميزانيات منهوبة وديون خارجية وفساد مالي وإداري وصل لمراحل المشاريع الوهمية والموظفين الوهميين، ولم يبن أي مشروع يذكر في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو النفطية أو الصحية أو التعليمية. ونتيجة لذلك نجد أن غالبية المواطنين في ظروف حياتية سيئة للغاية. يضيف الكاتب جاسم الشمري في مقاله في موقع عربي 21: هذه الدوامات وغيرها تنخر جسد العراق وتضرب أعماقه في كل ساعة، ولا ندري متى وكيف سيخرج منها. وسط هذه الدوامات القاتلة تم تكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة، فهل سينجح في تخليص العراق كما وعد في خطاب التكليف، أم أننا بانتظار دوامات جديدة ساحقة؟ حسب الكاتب. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً تحدثت فيه عن تردي الأوضاع الصحية في العاصمة السورية دمشق في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث تغيب التجهيزات اللازمة لمواجهة خطر انتشار الفيروس. وقالت الصحيفة في تقريرها في تقرير لمراسلتها كولي كورنيش في بيروت والصحفية أسماء العمر في أربيل، إنه من الصعب أن تجد المعدات الواقية في دمشق كالكمامات والمعقمات اللازمة. في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة إدلب على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال، نقلت الصحيفة عن الدكتور محمد أبرش قوله إن الناس يواصلون تجوالهم في الشوارع متمتعين بالهدنة بالرغم من التهديد فيروس كورونا الزاحف. وقال أبرش المتخصص في الجراحة الذي أجرى عمليات عديدة لمن أصيبوا بالقنابل والشظايا خلال الحرب، إنه ليس لدينا ما يكفي من الأطباء المختصين بالرعاية، حيث يوجد شح كبير في الكوادر الطبية والمستلزمات على حد سواء. وحتى الآن يوجد 19 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا في سوريا وحالتا وفاة، ولكن مع غياب الفحص تقريبا تثار شكوك بوجود العديد من الحالات المصابة. وفي هذا السياق لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن سكان دمشق أبدوا خشيتهم بالفعل من وجود إصابات منتشرة في العاصمة دون أن تسجل رسميا. وفي محافظة السويداء المضطربة يتحدث الصحفيون المحليون عن وفيات بكورونا، حيث يدفنون بطرق غير مسبوقة خشية انتقال العدوى. وطلبت 39 منظمة إغاثة الشهر الماضي دعما أكبر من منظمة الصحة العالمية، مشككة في شفافية تقارير الحكومة حول مدى تفشي فيروس كورونا في سوريا، ومحذرة من تداعيات مخيفة على السكان. وتقول الصحيفة إن معدل الفحص البطيء أقلق منظمات المساعدات الإنسانية الدولية، وحذرت من أن مخيمات النازحين في شمال سوريا باكتظاظها قد تصبح أرضاً خصبة لانتشار الفيروس. إلى مجلة فورين بوليسي، والتي نشرت مقالا لستيفن كوك الزميل في دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، قال فيه إن مجتمع السياسات الخارجية توصل على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الاعتقاد بأن عهدا جديدا من السياسة الدولية بدأ بالظهور، وأهم معالم هذا النظام ما بعد الحرب الباردة هو السباق بين الدول العظمى وإعادة تنظيم العلاقات الأمريكية في أنحاء العالم، ويبدو هذا واضحا في الشرق الأوسط أكثر من أي مكان آخر. فبعد 30 عاما تقريبا على نهاية الحرب الباردة، أصبح الزعماء في أنحاء الشرق الأوسط أكثر ترحيبا بروسيا، خاصة أن الحمولة الأيديولوجية التي كانت مرتبطة بشيوعية الاتحاد السوفيتي قد ذهبت، وفي وقت أثبتت فيه أمريكا بأنها أصبحت قوة مستهلكة وضعيفة وعاجزة،
بدت موسكو بالنسبة للزعماء الإقليميين ليست بالضبط بديلا لواشنطن، ولكن على الأقل لاعبا إقليميا فعالا. وبالإضافة للنظرة السلبية لأمريكا، فإن الحقيقة هي أن الاقتصاد وأنظمة الحكم في الشرق الأوسط لديها قواسم مشتركة مع روسيا أكثر من أمريكا، من ناحية الاعتماد على مداخيل النفط ومن ناحية الاستبداد. في الغالب رفض الروس خفض الإنتاج لأنهم كانوا مهتمين بشكل أكبر بإيذاء منتجي النفط الصخري في أمريكا وسرقة نصيب السعوديين من السوق، وكان هذا الأخير هو الذي أغضب السعوديين جداً. ويرى الكاتب أن أي اتفاق بين السعودية وروسيا مهما حصل، فأحد النتائج المتوقعة لهذا الفصل ستكون نهاية لفكرة أن موسكو ستلعب دورا مهما في إقامة نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط. يقول الكاتب بأن حلفاء أمريكا يقومون بتطوير علاقات دبلوماسية وتجارية وعسكرية مع القوى التي تتنافس معها، يقصد الصين وروسيا، وبالضبط في وقت يدعو فيه الكثير من الخبراء والمحللين والمسؤولين والسياسيين الأمريكيين وبقوة إلى فك العلاقة مع الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى استنتاج عدد من الأشخاص أنفسهم أن النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط ستتم صياغته إما في بيجين أو موسكو. في تقرير نشره موقع ذا هيل القريب من الكونغرس، استنتج أليكس لوسون المدير التنفيذي لأعمال الضمان الاجتماعي إلى أن شركات الأدوية تستفيد من جائحة كوفيد 19 لتأمين الأرباح فقط. يدفع الأمريكيون أموالاً طائلة من الضرائب في الأبحاث المتعلقة بالأدوية واللقاحات الصيدلانية مثل تلك التي يتم تطويرها لمكافحة فيروس كورونا، وتحصل الشركات التي تطور الأدوية بعد ذلك على براءة اختراع وتقرر سعر المنتجات. صناعة الأدوية في أمريكا قائمة على ابتكار الأرباح. نحن ندفع لتطوير هذه الأدوية، حيث تذهب أموال دافع الضرائب للمعهد الوطني للصحة وجميع المعامل الجامعية في جميع أنحاء البلاد والمراكز التي تقوم بهذا البحث. وفي نهاية العملية نقوم فقط بتسليم براءة الاختراع لشركة أدوية تتقاضى ما تريد. وناقش لوسون كيف استغل شركة تدعى جلعات ساينس الأزمة لتطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأسبوع الماضي من أجل منحها صفة حالة اليتيم النادرة لعلاج محتمل لفيروس كورونا. وأوضح الخبير أن الشركة لا تريد فقط الاحتكار التلقائي لعلاج متوقع لمدة 5 سنوات، وإنما تريد إضافة سنوات أخرى من الاحتكار على أساس أن المرض نادر. وقال الموقع إن هذه العقلية التي يمكن رؤيتها في صناعة الأدوية النظر إلى الوباء على أنه ربح هائل محتمل. كورونا تغير خطط عروسين بأهم يوم في حياتهما. كان العروسان الإندونيسيان محمد نور جمان وأوغي لستاري يترقبان زفافهما بوصفه أهم يوم في حياتهما، يحتفلان به أمام مئات من المدعوين السعداء. ولكن جائحة فيروس كورونا فرضت تغييرا لخططهما، فبدلا من عقد ذلك العروس والعقد القران يوم الجمعة في حفل لم يحضره سوى 8 من أفراد الأسرة القريبين، وتابع باقي الأقارب مراسم الزفاف أو الزواج التي استغرقت 40 دقيقة على الهواء عبر الإنترنت من منازلهم. وقال نور جمان بعد الحفل الإسلامي التقليدي في حي تانجيرانج بالعاصمة جاكرتا: لو سألت ما إذا كان محبطين بالتأكيد، ولكن علينا قبول ذلك لأن هذا لا يؤثر على شخص واحد أو اثنين، علينا قبول الوضع. وكان الزوجان يتواعدان منذ سنتين ووضعا خطة زفافهما في أكتوبر تشرين الأول، ولكن الحفل الذي كان سيضم 500 مدعو وكان المفترض أن يقام في قاعة مناسبات في إحدى جامعات جاكرتا في 12 نيسان أبريل الحالي.
والآن إلى ما خططه أقلام فناني الكاريكاتير. وبهذه الرسومات نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. إلى اللقاء في حلقة مقبلة، في أمان الله.